سنذهب بنقل مباشر إلى باريس، حيث تقيم المعارضة الإيرانية مؤتمر دولي بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي بعنوان ملحمة أشرف الشرق الأوسط في أزمة والأخطار والحلول. ننتقل إلى باريس مباشرة. على المناضلين من أجل الحرية، انتبهت لعيونكم وهي عم ينعرض البرنامج الوثائقي عن أولادكم وأولادنا أيضا، انتبهت وهي وانتوا عم تبكوا على القتلى. للأسف أنا الصبح جيت وبعرف أنه سليمان قاسم سليماني موجود بدمشق وعم يقتل أولادي أيضا. قاسم سليماني زعيم أكبر كتيبة قتل في إيران للنظام الإيراني، للنظام الملاهي الإيراني، قاعد في دمشق اللي هي بلدي وعم يتسبب بقتل لا يقل عن 100 و150 ألف بني آدم تقريبا سنويا. في عام 2007 أنا زرت إيران وأدعي زرت كل المدن الإيرانية، صرت عدة مرات. الحقيقة آلمني المشهد اللي شفته في إيران. مش هيدي إيران اللي بنعرفها، هاي إيران مغلفة بالسواد، هاي ما بنعرفها، ما كان في ألوان ثانية أبدا. كان في سواد، كان في بكي. إيران الحضارة، إيران الشعر، إيران اللي تعلمناها بكتبنا، ما هاي إيران الملالي. هاي إيران الملالي الأسود يلي سود أيضا. وللأسف نفس هذا السواد انتقل كمان لبلادي بعد 3 سنين في عام 2010. كنت سأؤكد لكم على وحدة المسار بيننا وبينكم، لكن عندما سمعتكم تهتفون بهتافات السوريين الشعب يريد إسقاط النظام، عرفت أنه لا داعي لذلك. عرفت أننا جميعا قد فهمنا أن عدونا واحد وهو الملالي الإيراني. وأننا شعوب حية جمعها التاريخ مثلما جمعتها الجغرافيا، وأننا جميعا ضحايا مجرمين يستغلون التاريخ ويستغلون الجغرافيا ومواردها لقتلنا. الحقيقة أنا قابلت السيد محمد محتسيني اليوم رئيس الشؤون الخارجية في معارضتكم مع فائق الاحترام لهذا الرجل المناضل الكبير. خلال ساعة تأكدنا أنه إن شاء الله في أشياء كثيرة ممكن نسويها معا، وكانت فعلا لقاءاتنا يعني لقاءنا ذو نقاش واحد ولغة واحدة، وإن شاء الله يمكن تشوفوا عما قريب شيء يجمعنا نحن وأنتو والعراقي واللبناني. اللي بدي أقوله لأخواننا بأمريكا وبأوروبا، إذا نظام الملالي المجرم بأسلحة تقليدية تسبب ما لا أقل حتى الآن عن مقتل 3.5 مليون قتيل، ما بالكم لو ملك هذا النظام المجرم القنبلة الذرية. شكرا جميعا، يعطيكم العافية. إذن كان هذا جانب من المؤتمر الدولي الذي تقيمه المعارضة الإيرانية في باريس، وكانت كان أيضا كلمة للسيد غسان عبود مدير عام مجموعة أورينت الإعلامية.